10 متاع الصباح. اهلا وسهلا، مرحبا من جديد، تحيه لكم الناس، كل نهاركم زين، نهاركم فل. بالنسبه لموضوعنا في بين الناس، باش نحكيو على ثلاثه مواضيع. الموضوع الاول اللي هو سياسه المحاور في تونس اليوم، اللي على ما يبدو ان المازق مش محلي فقط، اقليمي ودولي. وسنعود ايضا على مساله حجب الاعداد، هل هو معناه كيف ما قال عليه سي حاتم قطران تجسيد للحق في الاضراب، مشكل من اشكال التحركات الغير مشروعه. ثم الحوار اللي اليوم تدعو له تقريبا كل الأطراف للخروج من هذه الأزمة في بين الناس. توتسويتا بين الناس، بين الناس. سعيد جدا أنه معنا في الكابوتشينو على كابا فام أستاذ متميز بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية، نائب رئيس سابق بلجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة نشط الحقوقي. سيد حاتم قطران، صباح الفل سيدي. صباح الخير، اهلا بالاخ امين، وتحياتي ليك وشكرا على الاستضافه، وتحياتي لكل مستمعي كابتن. الله يخليك سي حاتم. باش نبدا بالارتيكل اليوم مهم جدا، صفحه 607 في جريده المغرب اللي تنجموا تلقاوها الصادره لليوم، حول مساله حجب الاعداد. انت تطرح تساؤل حول هل هو وتجسيد للحق في الاضراب، ام شكل من اشكال التحركات غير المشروعه. هوني وقت اللي نسمعوا الاساتذه والنقابه اللي تقول ما لقيت حتى أذن صاغية، وهذا آخر حل قدامي باش نجم نطالب بحقوقي. في المقابل غضب كبير اليوم في الشارع بتأني. كيف ترون أنتم كمتابعين لشأن التربوي وباحثين في هذا المجال، هل هو تجسيد للحق في الأضراب ساعة حجب الأعداد المدرسية؟ سؤالوا اللي طرحته، نعود نطرح عليك نفس السؤال سيد حاتم. نعم، في الواقع كانت الإجابة موجودة في مقالي. في رأيي حجب الأعداد المدرسية، وهذا موجود في المقال وفي الجزء الثاني منه، هو شكل من أشكال ما سميته بالإضراب المستتر. يعني نسميها بالفرنسية نقول يعني الإضراب الذي لا يعلن عن نفسه. الحق في الإضراب حق دستوري مكفول في الدستور التونسي، كفله الفصل 41 من دستور 25 جويلية 2020 والفصل 36 من دستور 27 جانفي 2014. لا شك فيه، ولعل المشرع التونسي ذهب إلى أبعد المشرع الدستوري، يعني دستور تونس يعني تجاوز كل الدساتير، يعني لم يسبق أن اعترف بالحق في الإضراب بالشكل الذي اعترف به في الدستور التونسي. هو نحكيه على 2014 ولا 2022 دستور؟ كيف زاد فقط أضاف الدستور 22 القضاة إلى قائمة الأشخاص دلوا عليهم الوجود إلى إضراب مثل أعضاء القوات المسلحة والشرطة وديوانها. أضاف القضاة بالنظر إلى ما ترتب من تعطيل المحاكم الفقر العام للقضاء. ولكن قد يطرح نفس السؤال بالنسبة لموظفين آخرين على كل حال يمارسون السلطة أحيانا باسم الدولة، كل من له صفة الضابط العادية. أنا سئلت حول متفقدي شغل ونحو الولاة المعتمدون إلى آخره، لعل كان من اللازم أن يقول الدستور مثل تقول على ذلك منظمة العمل الدولية، كل من يمارس السلطة باسم الدولة. على كل حال الحق في الإضراب مكفول في القانون التونسي واضح ومكفول. قلت لك ذهب إلى لم يقل حتى الدستور التونسي، لم يقل ويمارس وفق القانون. تعرف احنا عندنا توا شروط مثلا في الإضراب، يحصل على موافقة المركزية النقابية وأن يسبق هو يعني إعلام وتنبيه بالطرق إلى آخره. كل هذه قد تكون غير دستورية، لأن يعني القانون الدستور أرفع من كل هذه القوانين، وهذا يطرح إشكالا حقيقيا. لكن مهما كان القداسة التي يتمتع بها الحق في الإضراب، وقلت أن الدستور التونسي وأزن ما أقول لم يسبق لأي دستور في العالم، لا دستور فرنسا، فرنسا نحاته سنة 58 معاش كل الحق تعترف بالحق النقابي، لكن دستور 46 يضيف كل على أن يمارس وفق القوانين. سويسرا تقول في إطار السلم الاجتماعية، ألمانيا نفس الشيء، كل هذا ذكرته كله. نحن لنا ما سبيته أنا يعني مفهوم مطلق للحق الإضراب، ولكن مهما على مرتبة الحق الإضراب يجب أن يتعلق الأمر بإضراب. كل هذه الأشكال التي لا
ليست أزراب يعني جي أو كما أقوم بالعمل ولكن لا أؤدي العمل على النحو المعترف والسياق المعترف بها عادة. أنا أعطيت أمثلة، قلت مثلا النازل مثلا في مطعم يشغل ولكن كل الحرفة هذه موجود لكن يمكن أن تقوم بنفسك ب كما طبيب مثلا. خلينا التعليم هو التعليم هو حاجة أساسية وحياتية، كيف وكيف الطبيب كيف النادل كيف ما ذكرت وانت تزيد حتى قلت صورة الطبيب الذي يلتحق بالمستشفى مع رفض القيام ببعض الأعمال الطبية اللازمة لشفاء المريض، صورة النادل في مطعم الذي يرفض خدمة الزبائن على الطاولة ويطلب منهم أن يقوموا بخدمة أنفسهم بأنفسهم. هذه كلها أشكال يعني مسكي يقولوا ثبت. ليس أنا يعني فقهاء قانون العمل قانون مقال حتى القانون الفرنسي عادة ما يشار إليه أنه نظام فوضوي للعلاقات، لأنه أعطى الإضراب كل الإمكانيات حتى عامل وحده بدون ترخيص من النقابة ذوز عمال في أي وقت. لكن هناك من الأشكال في القضاء الذي قال بشأنها أنها تعد أفعال أو من قبيل الأفعال غير المشروعة، لأنها في الواقع ليست إضراب. أن تشتغل أنا أعتقد الأستاذ أنا أستاذ قانون، أنا أتي إلى مثلا قاعة التدريس ودرس الملوف مثلا كل يوم وأنا مش قليكم سأعطيكم هذا. يبدو لي أن الأستاذ زيد غلصة أفضل من أن يعطي درسا حول تاريخ الملوف التونسي من أستاذ القانون في الجامعة التونسي. هذه أشكال من الإضراب المستتر. هناك أشكال أخرى غير معقولة، حتى توراو داخلين في فترة التي ستكثر فيها أنواع من هناك الإضراب الحماسي الاندفاعي غريف دوزيل، يصبح يعمل يعني ما يستوجب ساعة يعملها في 4 أسابيع هو نوع حتى يظهر عدم يعني رضاه بالطريقة التي يعامل بها الموظف أو بالتونسي يقولوا انكركرو يكركر يبادي. ولا قلت كذلك الإضراب الدائري أو التناوبي غريف دوزيل، أشكال يعني نتفق اتفاق مسبقا اليوم انت خطة، لكن في النهاية هذا الضر كثير بسير العمل في القطاع العمومي أو في القطاع. وهل هذه الأشكال اللي نعيش فيها اليوم هل هذه تعتقد أو تعتبر هذا من الفوضى أستاذ حاتم؟ أي فوضى، احتلال مثلا أماكن العمل ومنع الآخرين، وهنا قلت فوضى لأنها في الواقع تضر بحقوق أخرى دستورية. ولا ننسى أن الدستور أقر الحق في الإضراب ولكن أقر كذلك حقوق الطفل، وبل وقال تحمي الدولة حقوق جميع الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطفل الفضلة. ولما نقول وقال كذلك حق الطفل في التربية والتعليم وتضع الدولة ما يجب من الموارد المادية وكذا كذا لتأمين الحق في التعليم، فإذا لنا حق الإضراب يواجهه حق الطفل في التربية والتعليم وكلاهما حق دستوري. مبدأ إعطاء الأولوية والأفضلية لمصالح الطفل الفضلة، ولما نقول فضلة معناه نفضله نعطيها مرتبة تسمو على كل الحقوق الأخرى ولو كانت جديرة بالعناية. نحن مع الحق النقابي ونحمي الحق النقابي ونقر بالحق في الإضراب، ولكن لا يمكن أن يمس بحقوق فئات أخرى خاصة أضعف فئات. مش نوع دخله التلميذ بالضبط من الأطفال نعم وأولياء، وانت تعرف قداش قيمة الأعداد أو الأعداد تمكن التلاميذ من تقييم جهودهم المبذولة وأولياء من متابعة جهود لا حتى تقييم حتى تقييم البيداغوجي أيضا في المجالس العلمية أخي. من غير تقييم بيداغوجي كيفاش نجمو نعملو ديسباتشينغ بتاع العاملي بعد وغيره. إذا هذه أشكال حقيقة راهي مش أنا نقول أو فق القضاء، هناك خاصة المقارنة وإحنا في تونس مع الأسف أنا ذكرته حتى في كتابي صدر منذ شهرين قانون الشغل التونسي يتعرض لهذه المسائل، ورأيت من واجبي في هذه الفترة بدأت لأن ستكسر حالات كذلك إضرابات مع احتلال مواقع العمل، هذا يضر بحرية العمل للآخرين. يعني لابد أن نقوم بممارسة الحقوق بمسؤولية، وأنا أظن أن الاتحاد له كامل مسؤولية العمل في الشغل وغيره من النقابات لهم قدرة كبيرة على إدراك الروح الوطنية حتى لا تضر الحقوق التي تمارس وهي حقوق مشروعة، لا تضر بحقوق فئات أخرى خاصة أضعف فئات السكان من الأطفال ومن التلاميذ الذين
هم لهم الأولوية والأفضلية في ممارسة حقوقهم. هذا ما أردت أن أشير إليه. تبقى الإضرابات السياسية كما أخ أمين هذا اللي حبيت نشير معه، لأنه الإضراب اليوم هو شكل من الأشكال ومن المظاهر معناتها للجسم السليم للدولة، للمطالبة ومعناتها المطالبة بكل ما يراوه معناها مناسب. اليوم قاعدين نراو الشعوب معناها من خلال الشارع ومن خلال الاحتجاج والإضراب اللي هو شكل من الأشكال زادة. أي شوف، هو راو الإضراب يفترض مبدئيا الدفاع على مطالب مهنية، هذه معروف يعني الإضراب لتحسين، لكن راو القانون الدولي يقر للنقابات الحق في القيام بتحركات نسميها أفعال دي موفمون للنقاش أو التظاهر ضد سياسة الدولة الاقتصادية، ما ينعكس نحن رأينا في فرنسا مثلا الرفع من السن الأدنى للتقاعد حقيقة تمس من حقوق العمال، وهذا يحق فيه للعمال أن يتظاهروا وأن يفدي رأي، هذا معناه شكل من الأشكال حرية التعبير. أما يمنع على النقابات مثلا تقوم بإضرابات سياسية بحتة، أن تقول هذا عندها طابع سياسي ونقول انتقاد السياسة تحكم بوجه عام، يعني ليس سياستها الاقتصادية مثلا التي تنعكس على حياة العمال مباشرة، أو لست متفقا مع تركيب الحكومة، لا رأوا الاستقلالية النقابية تلعب في الاتجاهين، يمنع على الحكومة أن تتدخل في الشأن النقابي وفي عمل النقابة، هذه هي الحرية النقابية الحق الانضمام للنقابات، ومنع السلطة التنفيذية من التدخل في سير عمل النقابات، ولكن يمنع كذلك على النقابات أن تتدخل في سير الداخلي للحكومة، ليس النقابات أن تفرض تركيبة ما للحكومة أو اتجاه ما للسياسة الوطنية، يمكن أن تعرب عن مشاغلها وأن تعرب حتى باحتجاجات وحتى بمظاهرات للتظاهر ضد السياسة الاجتماعية مثلا لو تفاقمت أو على أثر ارتفاع بسيط في الأسعار، هذا كله مقبول بعد التنبيه بالطبع ويتم ذلك عبر الصياغ، ولكن هذا متاح. إذن في المسألة السياسية هناك نسمي هناك إضرابات سياسية ذات صلة بالعمل، وهناك إضرابات سياسية بحتة ممنوعة وغير مشروعة، لأن تصبح شكل من الأشكال تدخل النقابة في سير الحكومة، فبالقدر الذي يمنع على الحكومة التدخل في الشأن النقابي يمنع على النقابة التدخل في الشأن الحكومي. هذايا سيد حاتم، هذايا تقريبا النظري، ولكن على أرض الواقع الحراك النقابي في تاريخ تونس دائما مرتبط بالسياسي إلى جانب الاجتماعي في كل المحطات وفي كل الأزمات، كل الأنظار تتجه إلى السياسي النقابي. وهذا نعم، هذا الوجه المنير في الواقع للحركة النقابية في تونس، ساهمت هذه المساهمة في يعني حلحلة الأوضاع، أحيانا تساهم النقابة لها دور وطني يمكن أن تساعد الحكومة، أنت تعرف النقابات راهو في الستينات وضعت ساهمت مثلا لأن كانت لها كفاءات كبيرة فأعانت الحكومة على وضع المخططات، هي كانت تغذي الحكومة بالكفاءات، وإلى اليوم في الواقع نجد في الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا إطارات كفءة كثيرة يمكن أن تساعد وأن تقوم بدور مع الحكومة وأن تعطي كفاءاتها لتساهم في حلحلة الأوضاع، هذا كله مقبول، وليس معنى النقابة التي تتخذ بالعكس لها دور وطني، وشاهدنا نحن كيف أنها تمكنت من فض في 2016-2014 يعني كانت تونس على يعني حافة الهاوية ولعب الدورة. وهذا اللي باش نربط معاه فيما يتعلق باليوم بين النقابي والسياسي والأزمة اللي نعيشها اليوم، وكل الأنظار تتجه بين معه وبين رافض وبين الذي يريد السطو على مبادرة الاتحاد اللي مازالت ما هيش واضحة الملامح متاعها، دونك اللي بطبيعة الحال حتى وان هي مبادرة يا في كل الحالات يرفضها السياسي أو يتبنى السياسي. هذا اللي باش نطرحه معاك بعد الأخبار بعد إذنك سيد حاتم قطران، الأستاذ المتميز بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية. أنا رجعينا